منواصل دراستنا من أفسس القديمة. في هذه الحلقة رح أتكلم عن موضوع كيف نتمثل بالله، التمثل بالله. فأنا بشجعك إنك تدرس هذا الموضوع. مثل ما ذكرت سابقاً، هذه الدراسات بنعملها في المواقع الكتابية، الحدث في أفسس أو لما كتب الرسول بولس إلى هذه الكنيسة. هذه الدراسة هي عبارة عن مذاق، نأخذ مقتطفات من رسالة أفسس أو ما حدث في هذا المكان، على أمل أنه أشجعك أنك تحب كلمة الله وأنك تقرأ في الكتاب المقدس بأكثر عمق وأكثر استفادة، تدرس التفسير وتتعمق روحيا وتنهل من نهر بركات الله ومن الرسالة السماوية اللي حدثت طبعا أو اللي كتبت لهذه الكنيسة في هذا المكان. إخوتي وأخواتي، منحب نتواصل معكم. وعلى فكرة يعني إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار، أنا بشجعك إنك تتواصل معنا لأنه منحب نسمع منك. وهذا التواصل كمان رح يكون على النت، بحيث إنه يكون مش من طرف واحد، رح يكون من طرفين نتحدث مع بعض.